C'est le premier comité. Donc après la présentation de la stratégie forêt du Maroc en 2020. اجتماع المجلس الوطني للصيد بالمياه القارية. هذا المجلس الذي يتكون من عدة شركاء، منهم شركاء مؤسساتيين وكذلك شركاء من المجتمع المدني التي تتم بهذا القطاع. في إطار الاجتماع تم عرض نموذج جديد لتدبير الصيد بالمياه القارية انطلاقا من توجهات استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه التوجهات التي تركز على المقاربة التشاركية وكذلك تركز على تنفيذ حكامة جيدة للقطاع وكذلك دور القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. في إطار الاجتماع تم عرض واحد أربعة المشاريع مراسيم تهم الصيد بالمياه القارية. هذه المراسيم التي ستعرض يكون واحد تجاوب مع المجتمع المدني ومع الشركاء قبل إخضاعها لمراسيم لمساطير المصادقة. كما يعرف الجميع فإن قطاع الصيد بالمياه القارية توفر على مؤهلات مهمة ببلادنا. هذه المؤهلات التي كتهم تشجيع الصيد بالمياه القارية كهواية، وبالتالي كتوفر واحد العروض للسياحة البيئية. كذلك هذا القطاع له مؤهلات فيما يخص الإنتاج الثروة السمكية اللي بطبيعة الحال عندها انعكاس على الجانب التغذية بالعالم القروي، وكذلك هو تسمين لهذا المجال بصفة عامة.